مقالة منشورة في نيوكليوس أكاديمي بتتكلم عنوانها على الفينتوسانيا والنانو تكنولوجي أو تكنولوجيا مستقبل اللي احنا اتكلمنا عليها في فيديوهات سابقة. في الحقيقة انه لو دينا نشوف تعريف وشرح الفينتوسانيا والنانو تكنولوجي، شوف هنا في ربط بقى ما بين الاثنين، الفينتوسانيا والنانو تكنولوجي تكنولوجيا مستقبل. الفينتوسانيا هو جزء من مليون مليار جزء من الثانية، هي احنا قلنا ان هي 10^-15، والنسبة بين الثانية والفيمتوثانية هي النسبة بين الثانية و 32 مليون سنة. أول استخدام عملي لهذه الوحدة كان ابتكار نظام تصوير من قبل العالم المصري الأمريكي أحمد زويل، بيرصد حركة الجزيئات عند نشوئها وعند التحام بعضها ببعض، والوحدة الزمنية التي تلتقط فيها هذه الصورة هي الفيمتوثانية، وذلك حينما أراد أن يصور بالضبط ما يحدث خلال التفاعلات الكيميائية، وقد كان هذا الشيء مستحيل قبلا يعني قبل كده، لان هذه التفاعلات بتحدث بسرعه كبيره جدا، وعند تسليط الضوء على هذه التفاعلات بيسبب الضوء تشتت الالكترونات، فلا يمكن حينها تصوير تفكك الروابط بين مركبات او اعاده ترابطها معا. ولكن الدكتور احمد زويل تمكن من تسليط اشعه الليزر على التفاعلات وتصويرها بكاميرات دقيقه، تمكنت من التقاط ما يحدث في جزء مليون مليار جزء من الثانية، وتسمى كيمياء الفيمتو ويرمز لها ب FS أو فيمتو سكند undefined. طيب ازاي بقى بيتم تصوير جزيئات بالكاميرا؟ بتم اختراع تلك الكاميرا بتقنية ليزر حديثة، حيث تعتمد على ارسال ومضاد ضوئية سريعة جدا مقدارها بضع عشرات من الفيمتو ثانية، بمعنى ان ومضة الليزر بتطلق في زمن قدره بضع عشرات من الفيمتو ثانية، وقبل اطلاق الومضات بتدخل مكونات التفاعل الى مطياف جهاز الفيمتو ثانية على شكل حزم من المواد في غرفة التفريغ، ثم يكون جهاز الليزر المتطور بارسال نبضتين، الاولى قوية تصدم الجزيئات وتثيرها لحالة من الطاقة العالية، وتتأرجح كل الجزيئات في آن واحد تحت تأثير الترابط الجزيئي بينها وكأنها صفوف في كتيبة عسكرية. والنبضة الثانية هي نبضة جس ضعيفة بيسموها بروب بالس، يتم اختيار لها طول موجي مناسب لاكتشاف الجزيء او صورة معدلة منه. في الحقيقة انه قد اثمر هذا الاختراع على مساعدة العلماء في رؤية ومشاهدة وتحليل التفاعلات الكيميائية اللي كان بيصعب من قبلها من قبل يعني رؤيتها، بل فقط معرفة النتيجة. وقد فتح هذا الاختراع أبوابا وآفاقا جديدة من مزيد من الاكتشافات الأخرى. طيب لو جينا نشوف النانو تكنولوجي، احنا اتكلمنا عليه بالتفصيل قبل كده، لكن هنا بيربط المواضيع ببعضها. مقصود بالنانو تكنولوجي معالجة وملاحظة المواد على ميزان النانوميتر، والنانوميتر هو 1/1000000 من المليمتر، وهذا يعني ان النانوميتر هي وحدة متناهية الصغر. ولو احنا عايزين نتخيل حجم النانوميتر ممكن نتخيل المقاسات التالية: متوسط سمك شعرة الراس حوالي 100,000 نانوميتر، حجم اصغر وحدة من الدخان يمكن ان تراها العين المجردة هو 1000 نانوميتر. وبذلك يمكن ان نتخيل ما مدى مقدار صغر حجم النانوميتر، وكيف نتعامل نحن بميزان الكيلوغرام، ويتعامل العلماء بالخارج بميزان النانوميتر. وتهدف هذه التقنية الى صنع مواد قابلة للاستخدام في كافة المجالات المعرفية، سواء كانت كيميائية او فيزيائية او بيولوجية او صناعية. تقنية متقدمة، وتقنية النانو بتعد ثورة صناعية قادمة سوف تحول المفاهيم المعرفية والصناعية لشيء أشبه بالخيال عند مقارنتها بمفاهيم الواقع الحالي، وسوف تخدم كافة أغراض المعرفة البشرية. ويعول كثير على هذه التقنية في الاستخدامات الطبية المتقدمة وكشف عن أمراض السرطان في مراحل مبكرة جدا، وكذلك الصناعات الإلكترونية المتقدمة في أكثر من مجال. لعلنا جميعا نتساءل ما هو الدافع الذي دفع العلماء في شتى المجالات لدراسة النانو تكنولوجي. أولا، هناك قاعدة فيزيائية بتثبت أن هناك علاقة بين حجم الجسم وسرعته، أي أنه كلما قل حجم الجسم كلما زادت سرعته، وبالتالي بتزداد قوة اختراقه للأجسام الأخرى. ثانيا، صغر حجم هذه الجزيئات بيجعلها شبه شفافة لا ترى بالعين المجردة، مما يتيح المجال لدراسة الأجسام المجاورة لهذه الوحدات المتناهية في الصغر بكل سهولة.
ثالثا بيتيح صغر حجم النانوميتر إلى استخدامه في تطبيقات متعددة، وذلك لأنه كلما صغر حجم الجسيم كلما كان الإنسان قادرا على تشكيله كما يشاء. هنحط مثلا لهذا الموضوع ذرة الكربون هي مشكل أساسي للماس، حيث يتكون الماس من سلسلة هندسية معينة من ذرات الكربون، وكذلك فإن الكربون هو المشكل الأساسي للفحم أيضا، ولكن بترتيب ذري مختلف عن ترتيب ذرات الكربون، وبالتالي فإنه باستخدام تقنيات النانو تكنولوجي يمكن تحويل الفحم إلى ماس. شوف بقى مدى العجب في هذا الموضوع، بكل سهولة عن طريق تغيير ترتيب ذرات الكربون. يعني الفحم والماس زي بعض عبارة عن كربون، بس ذرات الكربون فيها اختلاف في الترتيب، بغير شوية ترتيب في الفحم يبقى ماس. يبدو ان ذلك خارق للطبيعة، لان هذا ما يمكن ان يحدث بالفعل بواسطة مجال النانو تكنولوجي. لو جينا نشوف استخدامات قريبة المدى لتكنولوجيا النانو، اول حاجة التشخيص الطبي والعلاج، تاني حاجة تجميع الطاقة الشمسية والاستفادة منها او الفوتو فولتيك، مركبات تحتوي على انابيب نانوية، صناعات الدهانات والتغليف، نماذج جديدة لذاكرة الكمبيوتر والدوائر الالكترونية المتكاملة، حيث ان هناك استخدامات ممكنة لانابيب الكربون النانوية او الكربون نانو تيوبس بنستخدمها في ثنائيات الوصلة والترانزستورات التي هي بتستخدم في تصنيع الاجهزة الكهربية، مكبرات الاشارات في اجهزة الجوال او الموبايلات، زيادة صلابة المكونات، استخدامه في مجال تنقية المياه، استخدامات بعيدة المدى لتكنولوجيا النانو، حاجة زي انظمة تخزين البيانات بساعات هائلة جدا، رقائق لتخزين الفيديو قد تصل الى 1000 ساعة، عمل الواح بلاستيكية تستخدم في البناء وذكرناها في الفيديوهات اللي فاتت، بتكون رقيقة وخفيفة للنوافذ ولكنها ذات صلابة عالية. وبنقدر نستخدم بقى تكنولوجيا النانو في الطب وذكرناها بالتفصيل قبل كده، هنا بقى بيتكلم عليها بوجهة نظر مختلفة شوية. يمكن استخدام مركبات نانو مترية بيبلغ قطرها اقل من 100 نانو متر، وتتخذ هذه المركبات التي يتم تحويلها الى هذه الصورة عدة مميزات، من اهمها انها بتكون اكثر مقاومة للتآكل واكثر صلابة، ويمكن لهذه المركبات ان توصل للالكترونات والايونات والمجال الكهربي افضل من الفلزات العادية، وتتخذ هذه المركبات قوة مغناطيسية فائقة ايضا، بالاضافة لكثير من المميزات الفيزيائية ايضا. وقد استفاد الطب كثيرا من مسحوق النانو، وذلك في تصنيع الادوية المستنشقة او الانهيلد دراجز، حيث ان مركبات المايكرومترية يمكن ان تترسب على جدران الحويصلات الهوائية، اللي هي المركبات العادية اللي هي حجمها كبير شوية، ممكن ان هي تترسب على جدران الحويصلات الهوائيه بالرئه، ويؤدي ذلك لكثير من المضاعفات والاثار الجانبيه لتناولها. اما باستخدام مسحوق النانو فقد تم التغلب على هذه المشاكل نهائيا، وتصبح الادويه المستنشقه اقل خطوره على المريض. نستخلص من ذلك ان الفيمتو والنانو تكنولوجي هما اهم افاق الغد، وسوف يساهمون في التطور واكتشاف المزيد بل والابحار في افاق المستقبل. يعني حاولنا ندي لحضراتكم فكرة عن الفيمتو ثانية وعن النانو تكنولوجي، وفي الحقيقة انه فيه اهمية كبيرة للفيمتو ثانية في نظام التصوير السريع للغاية، وطبعا باستخدام اجهزة الليزر، وله قدرة على رصد حركة الجزيئات عند نشوءها والتحام بعضها ببعض. الوحدة الزمنية اللي بتلتقط فيها الصورة هي الفيمتو ثانية، هو جزء زي ما قلنا مليون مليار من الثانية. وبنكرر هنا الكلام، هو استخدام تقنية الفيمتو ثانية في الطب في النظام البصري لجراحة الليزر فيمتو ثانية. على سبيل المثال ما يستخدم نبضات الفيمتو ثانية في وضع العدسة الفعال في جراحة العيون تصحيح البصر مثل الفيمتو ليزك أو جراحة استبدال العدسة، وأنه تطبيق آخر يكون فيه فترات نبضات الصغيرة جدا في متناول اليد. وقد غيرت كيمياء الفيمتو نظريات البشر عن التفاعلات الكيميائية، فباستخدام ثانية الفيمتو أصبح من السهل رؤية تحركات الذرات كما يتم تخيلها، ويستخدم العلماء حول العالم الآن ثانية الفيمتو في دراسات وتحليل العديد من المواد الكيميائية بمختلف أشكالها السائلة والصلبة والغازية وتفاعلاتها مع بعضها البعض،
يبقى إذن هنا بقى فيه نظريات جديدة ورؤية مختلفة للتفاعل الكيميائية اللي كنا عارفينها من قبل كده. مع السلامة.